مساء الخير للجمهور ديال لو سي تي في ولجميع الرياضيين في المغرب. معنا الاخ عبد الحق المراكشي، يعني عضو سابق في الماريفاسي ومحب معروف، عنده يعني متبع مهتم بزاف بالفريق الماريفاسي. سي عبد الحق مرحبا. مرحبا، مساء الخير اخ نور الدين، شكرا لكم على الاستضافه والموقع ديالكم سي تي في. كما قلت لك سي عبد الحق، تعطينا زعما كاين اون سانتيز ديال ديك المسائل اللي انت كنتي عشتيها. ما كامل الاسف داكشي اللي عشناه اليوم ما عمرنا عشناه. فريق المغرب فاسي فاش حقق وشارك في مسابقات افريقيه وعربيه ما عمرو عاش داكشي اللي عشناه اليوم في خميس مامره. ما عمرنا شفناه، بان الجمهور ديالنا كانت حرب نفسيه وحرب اعصاب، بان فريق خميس مامره دار المجهودات ديالو وبقينا حيرين واش ملعب، لان القوه ديال الفريق المغربي الرياضي الفاسي كتجلى في الجماهير العريضه ديالو، الجماهير اللي كترحل بواحد الكثافه. بقات حيره الى يوم الجمعه الى يوم السبت، ما عارفين واش ملعب العبدي في الجديده ولا في سوق خميس مامره، ما عرفناش فين غادي نلعبوا بالضبط. دونك كانت هاد الاشياء الجامعه حسمات، ولكن ملي وصلنا للملعب الناس كانت رحله متعبه اللي ما بين ذهب واياب ما كتقارب ال 1200 كيلومتر اللي تحملوش المشاق ديالها بعد الجماهير بعد المحبين بعد المنخرطين بعد الجمعيات زياده على المكتب. اتفاق اللي سمعناه هذا الصباح اللي وقع في اجتماع تقني اللي حضروا حكام المقابله اللي تنتمنى يكون بالسمعه ديالو اللي تنسمعوها عليه، داك الشيء اللي وقع في اجتماع تقني بان غيدخلوا واحد النسبه ديال اعضاء المكتب من الجانبين، كان زائد المندوب. في اخر لحظه تحسم بان خمسه ديال الاعضاء اللي غيدخلوا، خمسه ديال الاعضاء دخلوا الباقي تمنع، اما هما كان اتفاق ديال تقريبا 13 الناس اللي غادي يدخلوا حسب الناس اللي كانوا جايين. اليوم تنشوفوا تنتفاجئوا دخلوا خمسه وما دخلوش خمسه، دخلوا ثلاثه ديال الناس اللي دخلوا من المكتب. اللي دخل هو الرئيس مروان الناني ورضا الزعيم وعماد المراكشي، هادو اعضاء المكتب اللي كانوا في داخل الملعب. تمنع رجال الامن، الجامعه الملكيه المنضوي تحت لواء فريق المغرب الرياضي الفاسي او فريق خميس مامره بجوجهم، ما كانش شي بلاغ رسمي من الجامعه الملكيه، كان مسائل امنيه ديال السلطه اللي جعلات ملي كاين ملعب. حنا في عهد الاحتراف وفي عهد تنظيم كاس العالم وفي عهد بزاف ديال الحوايج والمطالب كاس الاتحاد الافريقي وبزاف ديال الحوايج، لعبوا في ملعب غير جاهز وخطر على المشاهدين وخطر على اللاعبين، وداك الشيء اللي تجلى فات. تمارست حرب نفسيه على الجمهور ديالنا باش ما تنقلش، تمارست حرب نفسيه على المكتب على الرئيس ديالو، تمارست على الطاقم التقني وعلى اللاعبين. كان انا تنزيد الحاله الاجتماع اللي كان فيه حكم دولي سي تيازي ومندوب المقابله وسجلوا بعض الملاحظات، الا اننا تنتفاجئوا حنا خارج الملعب، لا حنا ولا انتم كاعلاميين، وحنا كنسمعوا الجمهور بواحد الكثافه داخل الملعب كيسمع الراي العام. ملي كنتسائلوا مع رجال الامن، لان الامن خصو الامن على المغاربه كلهم، حنا جينا من فاس عاصمه العلميه 12 القرن مغربيه، وجينا لاعبين مع فريق خميس مامره بلادنا، جينا الشيء اللي شفناه اليوم انا بعدا شخصيا ما شفتوش في افريقيا كلها، وما سمعتش عليه في ايام علال وباموس والغزواني، ما سمعتش هذا الشيء بان اللي وقع هذا الشيء اللي وقع في ايام الابيض والاسود، ما سمعتش هذا الشيء. باش حنا نتمنعوا ويكون السيد فوزي القجع رئيس الجامعه مسؤول جامعي وعضو في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد الدولي، وملي توصلوا انتم بامانه لا انتم ولا مندوب المقابله ولا حكم المقابله ما جرى اليوم في المقابله، إلا كان عندهم الغرض تنجاملوا الاعيان ومسؤولين على احزاب سياسيه باش على حساب فرق تاريخيه ومرجعيه كفريق المغرب الرياضي الفاسي، وغير نغسلوا يدينا على الرياضه ونامنوا بان كاين شي حاجه اللي ولات من غير الرياضه. اليوم كانت اشياء خارج الرياضه، اثرات الجمهور، اثرت في المكتب، اثرت في الطاقم التقني، اثرت في اللاعبين. كيف يعقل ان فريق المغرب الرياضي الفاسي اللي ما تسجلتش عليه في سته ولا سبعه المقابلات اصابه اليوم في ربع ساعه، لان كانوا عايشين في حرب نفسيه، حتى المسؤولين اللي دايرين بالملعب
وتيلتقطوا الكواري ديال الملعب ما استطاعش الحكم ينبههم ولا مندوب المقابله. كانوا تيمارسوا على اللاعبين ديالنا اشياء اللي غريبه، حتى الناس اللي كلفاتهم فريق الخميس الزمامره باش يحرصوا ويكونوا في المكتب مع المكتب كانوا مارسوا على الرئيس اللي في واحد الحاله عصبيه. داكشي غريب. اليوم كانت النتيجه حتميه اللي تمارس علينا. اليوم راه حنا مشينا شي بلاد ديال 68 في افريقيا لتحت افريقيا الجنوبيه، هادشي راه زعما تنقول لك او شي حاجه اللي ما كاينش. الاعتراض طبيعي على اجتماع تقني، ان في اجتماع تقني ولا الجامعه كيفاش راسلات فريق المغرب الرياضي الفاسي وكيفاش قالوا لنا المسؤولين وقال لنا الرئيس، ما فيهش منع، ما فيهش ويكلو ديال الاشخاص خمسه الاعضاء من هذا المكتب باش يقبل يجري مقابله في ذاك الظروف وما يقبلش ينقلها الملعب العبد اللي جرات تنقلوا فيه. يقبل كيفاش يجعل يعطي اوامر رجال الامن يمنعوا غير فريق اللي جاي من فاس، غير المسؤولين ديال فاس. يخلي انا اليوم مسؤولين انا تنوجه لهم، كانت حيز وكان ظلم من المسؤولين على السلطه المحليه في خميس زمامره، لان عطاو اوامر رجال الامن اللي تواجهنا معهم حنا وياكم. اليوم الامن هو اللي منع الناس ومنع ما طبقش القانون. اليوم اللي كنكون رجل امن ورجل سلطه، يا سيدي السميه ديالك في هذه اللائحه دخل، ما عندكش سميه، هادو هما التعليمات، التعليمات ما تكونش فيها الحيز. اليوم كان حيز، انا بعدا شخصيا كمغربي كمواطن مغربي غادي بواحد المراره ضرب 1200 كيلومتر جاي من فاس. اليوم انا اللي عشت تفرج في تبعت المغرب الرياضي الفاسي او الفريق الوطني من 68، ما شفتو لا في ملعب العقيد العلام ولا في سطات ولا في بركان ولا في اي مدينه في السبعين. الاخ عبد الحق، يعني هي المدينه ديال الخميس الزمامره يعني رياضيا كيقوموا فعلا، كاين واحد باش ما نكونوا شويه حتى حنايا نص نص، كاين واحد البنيات التحتيه، الناس خدامين، غير هو ما كانش لازم الانسان يوصل لهذا الشيء. يعني كاين واحد الخدمه كدار ايوا، يكون ذاك لامباكت يكون مزيان، ما يكونش لامباكت كي بحال الهضره اللي كتقول تبري انك تحاضر، يعني با بوزوان. هذا هو اللي بغيت نقول لك. انا ما تنقولكش العكس، انا الحاجه الوحيده اللي كتحز في نفسي، انا مزيان المداشر والقرى ديالنا والاسواق ديالنا والمدن ديالنا وكل شيء تشهد تطور الحمد لله في السياسه الحكيمه، في ظل السياسه الحكيمه ديال سيدنا نصر الله صاحب الجلاله والتطور والمواكبه العصر، لكن ما يكونش على حساب هذا. وبالتالي اليوم انا حاس براسي، شوف مشيت للوطن دولة اللي ما عندناش فيها السفارة، أنغولا في العاصمة ديالها لواند، وسط أزيد من 7 ولا 8 الجنرالات، كاين تسجيل في يوتيوب ماس انتر كلوب، جلسنا في وسط واستقبلنا أحسن ضيوف، وما كاين السفارة ديالنا ولعبنا في أحسن ظروف. سي عبد الحق، نخليو لك لا ديرنيير باش نختمو. لا ديرنيير هو تنطلب من جميع المكونات ديال الفريق المغربي الرياضي الفاسي على راسهم الجماهير العريضه اللي تبينات اليوم بالملموس هي السند القوي لفريق المغرب الرياضي الفاسي، هي اللي كتعطيه الشحنه، هي اللي كتكون وراء انتصارات اللي تيحقها المغرب الرياضي الفاسي. اليوم ابا من ابا وكريم من كريم، اليوم تبين كنظرت بان القوه ديال المغرب الرياضي الفاسي زياده على التاريخ ديالها وزياده على الاعمال اللي تيقوم بها المكتب واللاعبين والطاقم التقني هي القاعده الجماهيريه ديالهم القويه. تحيه للجمهور، وخاص الجمهور في هاد 4 المقابلات يكون هو حاسم في تحقيق الصعود، لان لا شيء حسم. النادي القنيطري خدات نقطه، بقاو بنا فريق رجاء الرياضي بني ملال اليوم فاتنا بنقطه، ولكن مازال ب 12 نقطه. خاص المسؤوليه المكتب خاصو يدير مين عش هاد الليله حتى يدير اجتماعات وتيشو كيدبر المرحله، تدبير المرحله ديال 4 المقابلات، واي شيء يبقى من بعد نهايه الموسم. الكل ينغمس في واحد العمل اللي غيرجع بالفائده على فريق المغرب الرياضي الفاسي ككل، وينسى كل شيء، ينسى الخلافات ديال الجانبين، ينسى كل شيء، وحتى واحد ما يقول انا هو البطل. كل شيء يقول اليوم المغرب الرياضي الفاسي خصها تحقق الصعود، وخص الناس ديالها يحققوا بالصعود ديالها، ويكون الصعود ديالها بطريقه شريفه
التقنيات الرياضيه، وان شاء الله الى فائته الجماهير ان احتفلت بعيد الام اليوم في جميع المقابلات خصنا نكونوا حاضرين وتنشجعوا فريقنا بطريقه حضاريه ومثال، لاننا نحن فريق ينتمي الى عاصمه